كثيرا هناك في المغرب، ولكنه لم ينجح كثيرا مع فريق العين. الآن مغربي آخر، مغربي آخر هو سفيان العلودي. هنا رشيد الداودي في 99، القذيفة من القذائف اللي أرسلها أيضا في مباراة العين والهلال. مغربي آخر شايف رشيد الداودي. الله على رشيد، الله على رشيد الداود وعلى أيامه وعلى ذكرياته. شوف القذيفة يا والله ودي أعلق عليها، ودي أعلق عليها. شايف الذكريات الجميلة التي حرصنا عبر قناة أبو ظبي الرياضية بأن نعيد بها الجمهور إلى الذاكرة مرة أخرى. علاقة العين مع المغاربة الآن تستمر وتتجدد بالعلودي وليس الداودي هذه المرة. العلودي سفيان في شهر رمضان في المباراة الرسمية الأولى في أول حضور يبحث عن نفسه في هذا اللقاء. الليلة القمرية ونحن في منتصف شهر رمضان، سفيان العلودي المغربي، العلودي يا سلام، الانطلاقة السريعة، سفيان الكرة معاه، يحاول انطلاق والمرور، لاعب على لاعب خطير، لاعب على لاعبين أيضا عنده ثقة، كرة عرضية ولكن تغطية ممتازة من خيري خلفان والكرة إلى خارج الملعب رمي التماس. خير تعود من جديد المحاولة إلى حميد فاخر، يلعب لك كرة إلى سفيان العلودي، مهارة ممتازة في المرور، لزالت الكرة معاه، يلعب لك كرة عرضية عالية، يا سلام، جميلة جدا، هي الأولى من سفيان، هي الأولى من سفيان، ولكن حارس المرمى عبد الباسط يبعدها، الخطير، الكرة بتتحول، شوف الإعادة، شوف سفيان، الكرة المخادعة عبد الباسط يا سلام، ينطلق فيها نشاط، يبحث عن زميل، الكرة معاه. يعود بالكرة إلى سفيان، سفيان العلودي سريع يبحث عن مساحة للتسديد، سفيان بيمر، سفيان يرسل كرة بينية ولكن الكرة أيضا تتخلص، تعود من جديد من اللاعبين اللي يعود ويأتي بالكرة ويملك